السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم راني جبتكم غوسيت تاع لي شوسون. كيما نعرفوا في رمضان نبغوا نبدلوا البوراك لي شوسون ميني بيتزا، كل خطره نبغوا نديروا حاجه جديده، ما نقعدوش توجور في البوراك ولا البريك. الو جبت بارطاجيت معكم هاد لا غوسيت، وهذه واحد العجينه تجينا روعه وسهله وخفيفه كيما راكم تشوفوني قاسمه الحبه قدامكم، تجينا خاويه من الداخل. بون هنايا راه الكشور اعتمدت لكم على العجينه، ما لافارس اختياريه، كل واحد كيفاش يبغي يدير لافارس تاعه. ميم لافارس تاعي اللي درتها اقتصاديه وسهله. نروحو نشوفو، نبداو الاولى بلافارس. عندي هنايا حبه بصل قطعتها بتيدي، قليتها في شويه دهان كيما راكم تشوفو. هاد لافارس كونتيتي صغيرة تخرج لنا شحال من حبه نتاع بصل. من بعد ما تقلات لنا نزيدو عليه حبه طوماط غابي، طوماطيس مرابيه وسنات ثوم غابي تاني، نخلطوها معاهم ونزيدو عليهم مغرف كبيره ونص نتاع طوماط كونسونطري. فوالا، ونخلوهم يتقلو. ابري هنا نزيدو عليهم شويه نتاع فيونداشي، كيما قلت لكم كميه قليله تخرج لنا شحال من حبه، غير شويه نتاع فيونداشي يكون عندك ديريه معاه، نجمو نستغناو عليه. هنا نديرو بولي هاشي، هنا نديرو شويه فلفله حمراء وشويه نتاع قرفه وشويه نتاع ساسافيندا الحرور، اللي ما عندهاش هذه ساسافيندا ديال الحرور، والملح، ونخلطو ونخلوها تطيب. ابري نزيدو عليها، هنا كانت عندي شويه فلفله حمراء وشويه فلفله خضراء وزيتون قطعتهم صغيره صغار ودرتهم هنا مع لافارس. نعاود ناكد معكم لافارس اختياريه، الحشو اختياري، كل واحد شي يبغي. نجمو نديرو غير صوص طوماط والفرماج كيما نبغو. انا كانت عندي شويه نتاع فيونداشي راني زدتها معاه، ميم بصوص طوماط والفرماج يجونا روعه. هنا درت مرصو صغير نتاع فرماج خلطته معاه مادام الحشو تاعنا حامي، نخلوه يدوب معاه. يزيدنا واحد البنة جينا روعة، ونخلوه يبرد. الو نروحو نشوفو هنايا لاباط تاعنا اللي قلت لكم ساهلة وخفيفة. نديرو فيها كاس نتاع حليب ونزيدو عليها مغرف نتاع نص مغرف كبيرة نتاع خميرة الخبز، ونص مغرف كبيرة نتاع السكر، وكاس ونص نتاع فرينة. راكو تشوفوا انا بديت، راهي جات بنتي بدات طيب معايا توجو، ما كانش فيديو بنتي ماشي حاضره فيه تقول انا تاني نطيب. راهي جات وبدات تخلط معايا. الو نخلطوا هادو المكونات تاعنا بالفويسين وبالمغرف، ونخلوهم يرتاحوا واحد 15 مينوت حتى 20 مينوت، نغطوهم وخلوهم يريحوا. فوالا ابغي نعاود نحلوهم، نلقوا العجينه تاعنا كشغل اختمرت شويه، ضعف الحجم تاعها. نزيدو عليها ربع كاس نتاع الزيت وكاس نتاع فرينه، مغرف صغيره نتاع ملح، ملح على حسب الذوق. باسكو هنايا الكاس انا درت كاس نورمال، كادي تبغي تعبر بكيله تكون كبيره، تبغي دير كونتيتي كبيره كل واحده وكيش. سي بوغ سا قلت لكم السكر على حسب الذوق، مادامنا نزيدو نكبروا الكيله الوغ الصوالح الاخرين تاني لا ليفيغ بولونجير تاني نزيدو فيها السكر الزيت كلشي ندوبلوه، ونلموها غير بيدينا كيما راكو تشوفو. ونديروها فوق بلان دو طرافاي تاعنا، نسيو كي شغل ماشي نعجنوها غير هكا نروحوها واحد ما با 3 مينوت ولا كيما راني ندير انا في الغيسيبيون تاعي. بون انا هنا اللي نلم فيها، حطيتها هنا فوق بلون دو طرافاي تاعي وبديت نعجن فيها واحد 3 مينوت حتى 5 مينوت ماكسيموم، غير باش العجينه تولي نظريه. هاد العجينه تجينا روعه، نجمو ما نعمروها جوست بالفرماج وتجينا شابه. راكو تشوفوا انا نعجن وهي يدلي في يديها باغيه تجبد لاباط، وخلوها تريح واحد 20 مينوت تاني وحده اخرى. من بعد ما ريحت لنا نجو هنايا نحكموا لاباط تاعنا، نقسموها
كيما قلت لكم غادي ندير لي شوسون صغار، نبغوا نديروها سوفلي كبيره، نقطعوا لي بول تاعنا يكونوا كبار. انا درتهم صغار نورمال لا فون تاع شوسون، قطعتهم صغار. هي نجم نحلو كاع لاباط تاعنا ونبداو نقسمو. انا قطعتهم هنا صغار وبديت ندير كيما راكم تشوفون، نبداو نشكلو فيهم كويرات صغار. هنا قطعت لي شحال من حبه كيما قلت لكم، فين بعد توجو نبغوا نبدلوا هاد المقبلات اللي نديروهم، نبغوا توجو نبدلوا، ما نقعدوش توجو في البوراك الصوالح باينين. كل خطره واش نديرو، خاطر نديرو بيتزا، خاطر نديرو شوسون، كل خطره واش نديرو. فوالا نحلو لاباط تاعنا. انا هنا بغيتهم يجوني كاع كيف كيف، حكمت هاد السيرسو تاعي وبديت نقسم بيه باش الحبات جاوني كاع كيف كيف، ما جاتش حبه كبيره على اختها، جاو كاع كيف كيف كيما راكم تشوفوا. هذاك الزايد يبقى نردوه في الغيسيبيون تاعنا ونخلوه، ابخي نصنعو بيه تاني، ما غاديش نضيعو فيه. نديرو الحشو تاعنا من بعد ما برد لنا، سي بوغ سا نبداو لا فارس هي الاولى نطيبوها باش تكون بارده، وزدت معاها شويه فرماج. هنا النوع تاع فرماج اختياري انا، نورمال فرماج فوندو، نجمو نديرو فرماج رابي تاني يجينا روعة. اي نوع تاع فرماج يكون عندك ديريه معاه. وهنا كيما نعرفو الشوسون غادي نستعملو الصفار من فوق، هذاك البياض باش ما نضيعوش فيه، رانا درناه في لوتوغ بالشوسون تاعنا، مين ندخلوها للفوق تاعنا ما تنحلش، نكونو سير من روحنا بلي ما غاديش تنحل. نزيدو نزيروها غير بيدينا ونزيدو شويه بالفرشيطه باش ندخلوها لفوق وحنا مهنيين بلي ما غاديش نحل لنا. الو نعاود ندير كيما درت في الاولى، نحلو لاباط تاعنا نقسموها بالسيرسو ونديرو لا فارس ابخي الفرماج ونبلعوها، نديرو في لوتور هذاك البياض البيض ونبلعو ونضغطو غاية بيدينا ابخي نديرو الفرشيطه غير هي وتتعاود. فوالا وهنا نعاود ناكد معكم لا فارس اختياريه، الحشو تاعكم اختياري، ديروا هاد لا فارس سينو ديروا صوص طوماط والفرماج. نجمو كيما قلت لكم ديروا صوص طوماط والطون والفرماج، ولا نديروا غير الفرماج وحده كيما نبغوا، ونكملوهم كاع كيما هكا ونحطوهم في بلا. انا كنت دايره فيه بابي كويسون، قلبت هنايا عبا صفار البيض تاعي، درت فيها شويه حليب، نجمو نديروا معاها شويه خل، انا الخل كان هنا كمل لي، نديرو شويه قطرات تاع خل باش يعطينا هذه لابريونس اللي تجي من الفوق، ونديروه من الفوق، ندهنو كاع الشوسون تاعنا. هادو درتهم مي لاباط الزوجه راهي عاده، خليتها تريح باش نعاود نخدم بها. نطلوهم كاع من الفوق. ابخي هنا نزيدو شويه جنجلان ولا كيما نبغو، نجمو نديروهم جوست هذاك الصفار ونزوقو غير هاك بالفرشيطه. هنا من فوق اختياري. فوالا وندخلوهم للفوق يحمروا لنا من تحت، ابخي نشعلو ليهم من الفوق يولوا لنا دوغي. وهنا نجو نخدمو لاباط تاعنا اللي بقات هنا، راني حديتها هنا درتها سوفلي باش تعرفوا بلي هاد لاباط نخدمو بها الشوسون، نخدمو بها السوفلي وتجينا روعه وخاويه من الداخل. دوك تشوفوها كيفاش طيب. هنا لا فارس غير هي درتها، تا ولا كبرت الحبه، هذه هي لا ديفيرونس بين السوفلي وشوسون. نعاود ثاني طليت لو تور تاعها بالبياض وبلعت ودرت لها هاد لافور ودرتهم تاني في البلا وطليتهم الفوق بهذاك الصفار اللي بقى لي وشويه خل ولا شويه حليب. فوالا هنا جاوني زوج حبات كبار، كنت نجمه ندير شوسون صغار، ما بغيت نبين قدامكم بلي هاد لاباط درنا هاكو هاكو جينا روعه وبنينه. فوالا هلا من بعد ما طابونا الشوسون تاعنا راهم حمارو من تحت
وعاود شعلت عليهم الفوق ولاونا بيان دوغي، راني خليتهم حتى بردوا وقسمت هنا الحبه قدامكم، راكو تشوفوا كيفاش يجوا فارغين خاويين من الداخل، وتجي لاباط خفيفه بزاف وبنينه. والحشو كيما قلت لكم اختياري، ولا درتو هاد لافارس تاعي تاني يجي بنينه. انا نتمنى تعجبكم لا ريسيت وتجربوها ان شاء الله. صحه فطوركم، صحه سحوركم، على بروجين، بسلامه.